اهلا بكم على لالا بلس. وصفتنا اليوم كتهم كيفاش نعوضوا الكولاجين اللي كنفقدوه في البشره ديالنا. كيف ما كنعرفوا ابتداء من سن 25 سنه كيبدا كينقص كميه الكولاجين في البشره ديالنا، دونك لهذا ضروري اننا خصنا نحفزوا انتاج الكولاجين في البشره ديالنا، وذلك عن طريق استعمال ماسكات البشره ديالنا اولا سيرومات ليليه اولا المرات اللي كنديروا ديكور كومبليت اللي كتكون كتغدي لنا البشره ديالنا. الوصفه ديال اليوم مناش كتكون؟ كتكون من زيت اللبان الاصلي، ثم بودر كاكاو، عسل، بياض بيضه، زيت ارغان، ثم عصير ديال الحامض. دونك تنقوموا بخلط المكونات كالاتي. دونك كنستعملوا زيت اللبان الاصلي، يعني نتاكدوا مزيان من الاصل ديال هذا الزيت. دونك ناخذ ملعقه صغيره من زيت اللبان، كنزيدوا عليها بياض بيضه وعلها، ثم ملعقه من زيت ارغان، الناس اللي البشره ديالهم ماشي حساسه يقدروا يديروا معلقه من عصير ليمون، والناس اللي البشره ديالهم حساسه مجرد نقطه او نقطتين فقط. ثم كناخذوا معلقه من العسل، الا كان عسل السدر كيكون افضل، ثم ملعقه كاكاو. كما كنعرفوا الكاكاو فهو مضاد للاكسده، كيغذي لنا البشره وكيحفز على انتاج الكولاجين في البشره. دونك كنخلطوا هاد المحتويات مع بعض حتى كينسجموا مزيان فوالا بهذه الطريقه. فوالا حلو كيفاش كيندمج مزيان. كيندمجوا، لاحظوا معايا، كناخذوا فرشات فوالا هالمحلول اللي توصلنا به. دونك كناخذوا فرشات وكنوزعوه على البشره ديالنا بواحد الطريقه اللي كتكون متساويه، يكون ما هو رقيق ما هو سميك. كنخليوه لمده 25 دقيقه على البشره ديالنا حتى كتشربوا مزيان، ثم كنقوموا بالشطف ديالو بالماء دافي وكنغسلوا الوجه ديالنا بالغسول اللي كيوالم نوعيه البشره اللي عندنا. من بعد الى حسينا بان البشره ديالنا غتكون شويه ايتيغي، كناخذوا كنخلطوا واحد المقدار ديال ملعقه صغيره من زيت اللبان، ثم قدها ملعقه من زيت ارغان فهو الزيت الذهبي، وحنا كنعرفوا بان احنا في المغرب الاصل ديال زيت ارغان. كنخلطوهم مع بعض وكندلكوهم مزيان، ثم كنقوموا بواحد المساج على البشره ديالنا باش من ناحيه اننا كنغذيوها وفي نفس الوقت كنقوموا بواحد الترويض ديال الدوره الدمويه والتحفيز على الحد من الشعيرات، يعني من دوك الخطوط الدقيقه التعبيريه اللي من بعد كتولي لنا تجاعيد. نتمنى بان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم، وإلى اللقاء في وصفات جديدة.